بالإسلام وتعليم الإسلام. بدخل الإسلام راح الإسلام. عارف إيش بقي في الإسلام؟ أنا أقول لك، وهو الجماعة لا يحفلون ولا يهتمون، بقي أن تطول اللحية، تلبس غطرة، تلبس دشداشة، وتعمل معركة عشان وضع اليد هنا ولا هنا، وعشان نهي الصحبة عن النزول بالركبة ولبس الكرافطة. هذا الذي بقي في الإسلام، هذا إسلامهم. أما الحكم وحياة الناس ودماء الناس وأعراض الناس ومصلحة الدعوة وإسلام الدين، هذا لا يعنيه.